السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم، هذه حلقة جميلة تتعلق بالمتحف الوطني العراقي. هذا الوصل الذي يحوي على تسليم لقطع أثرية، نقود أثرية، إهداء مني شخصيا إلى المتحف الوطني العراقي، وهي هدية بسيطة متواضعة إلى هذا المتحف الرائع إلى بلدي الحبيب العراق. تم تسليم القطع النقدية الأثرية كهدية مني لهم بتاريخ 28/12/2023. أرجو من الله أن يحفظ العراق ويحفظ أهل العراق. وقد استلمت هدية جميلة من المتحف الوطني العراقي قسم المسكوكات، هذا الكتاب الجميل ألا وهو كتاب المسكوكات العدد 30. وقابلت بعض الدكاترة المحترمين جزاهم الله خير على المقابلة الجميلة التي كانت تحوي على الكثير من الود والاحترام، فأشكر لهم هذه الهدية الجميلة التي سوف تكون بمكانة الوسام الذي يعلقه على صدره. وأشكر جميع الأساتذة المحترمين القائمين على هذه المجلة، شكرا جزيلا إلى جميع الأساتذة والدكاترة القائمين على هذه المجلة الرائعة. هذا الكتاب جمهورية العراق، وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الهيئة العامة للآثار والتراث، المسكوكات. وجميع هؤلاء الأساتذة الكرام قائمين على هذه المجلة، شكرا جزيلا على هذه الهدية الجميلة التي سوف تترك ذكريات جميلة في حياتي. أشكر جميع الأساتذة الكرام على هذه الهدية. فلنتكلم قليلا على المتحف الوطني العراقي. هو متحف أثري وتاريخي قديم يقع في منطقة العلاوي ضمن مدينة بغداد، ويحوي هذا المتحف على قطع أثرية لحضارات بلاد الرافدين، وكذلك الآثار الإسلامية في العراق وآثار العصور الحجرية. يعود تاريخ إنشاؤه إلى عامي 1923 و1924، حيث جمعت عالمة الآثار البريطانية غيرترود بيل آثار العراق وضعتها في حيز صغير في مبنى السراي أو القشلة. فلنقوم بجولة صغيرة حول مبنى القشلة. هذا عزيزي المشاهد هو جدار القشلة، وهو مقر الحكومة الملكية سابقا، ونحن الآن إذا مشينا مستقيم سوف نكون في شارع المتنبي الذي يحوي على كثير من الكتب وكثير من الرواد وكثير من الناس الذين يهون القراءة والثقافة، وكثير من الشعب العراقي شعب مثقف ويحب هذه الأشياء الجميلة. هذه عزيزي المشاهد هي جدار بناية القشلة، مقر الحكومة الملكية سابقا. هذه كانت لمحة بسيطة عن مبنى القشلة من الخارج. في هذا المكان وضعت غيرترود بيل مديرة المتحف المقتنيات الثمينة التي جمعتها آنذاك وعملت منها متحفا صغيرا.
وفي عام 1926 بسبب تجميع الكثير من الآثار وضيق المساحة افتتح مبنى آخر في شارع المؤمون ونقلت إليه. وفي عام 1966 ونتيجة لضيق المساحة أيضا قررت الحكومة العراقية بناء متحف يناسب مواصفات المتاحف العالمية ويكون في مكان مناسب، فبني المبنى الجديد في منطقة العلاوي، وبسبب هذه المناسبة سمي بالمتحف الوطني العراقي بعدما كان يعرف بمتحف بغداد للآثار. هناك الكثير من الأحداث والمغامرات قد شهدها هذا المتحف، ولو كان للجدران لسان لنطقت وأخبرتنا عن حال الماضي. وهناك أيضا للمتحف مكتبة تأسست عام 1933، وأيضا للمتحف هناك أيضا متحف للطفل والذي هو متحف مصغر ذو هدف تربوي وتعليمي. وهناك الكثير من الوثائق والمستندات والقطع الأثرية لعصور مختلفة في هذا المتحف. عزيزي المشاهد الكريم، أترككم برعاية الله وحفظه مع هذه الصور الجميلة التي تم التقاطها من داخل المتحف. وأخيرا وليس آخرا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.